قررت بلدية مدينة الشارقة إخضاع عدد من المناطق بالمدينة للرسوم المدفوعة مقدما، وذلك انطلاقا من حرصها على توفير المواقف اللازمة للسكان. فإلى التفاصيل. خدمة للمجتمع ومساهمة في حل مشكلة مواقف السيارات، بدأت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة في إخضاع مناطق جديدة تابعة للإمارة للرسوم، وتشمل هذه المناطق منطقة الشويهين، شارع بجوار مسجد عباد الرحمن، ومنطقة المجرة، حيث تم تركيب عدد من الأجهزة الخاصة بالدفع للتسهيل على مستخدمي المواقف. وتعمل البلدية من خلال إخضاع تلك المناطق لنظام الرسوم المدفوعة مقدما على توفير المواقف للسكان والمراجعين والزوار في تلك المناطق من خلال فرض الرسوم لمنع سوء استغلال بعض أصحاب المركبات للمواقف. تطبيق نظام الرسوم ينعكس إيجابا على حياة سكان المناطق الخاضعة للنظام، حيث أصبح بإمكانهم الحصول على مواقف للسيارات بيسر وسهولة، إضافة إلى تحسين الشكل الجمالي العام للمدينة ومنع الوقوف العشوائي والتزام السائقين بالقانون. لذلك أصبحت مواقف السيارات متاحة بسهولة للجميع بشكل أفضل. وللمزيد من الطرح ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد البردان، رئيس قسم المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة. سيد أحمد، مرحبا بك. مرحبتين سيد أحمد. ما الهدف من فرض الرسوم على المواقف في تلك المناطق؟ الهدف من فرض الرسوم على المواقف العامة الحد من الوقوف الخاطئ استخدام موقفين، توفير مواقف لزوار ورواد المحلات التجارية وزوار المنطقة، الحد من وقوف المركبات في المواقف العامة لفترات طويلة. نعم، هل هناك اتجاه لتطبيق هذه الرسوم على مناطق أخرى في الشارقة في المستقبل؟ نعم، هناك خطة في بداية عام 2016 لإخضاع مناطق جديدة في مدينة الشارقة للرسوم، وهي كالتالي: المواقف المحيطة للسوق المركزي، الشوارع الداخلية في مجال ثلاثة، الشوارع الداخلية في منطقة المجرة، وشارع الكورنيش مقابل جامع المغفرة، وإن شاء الله بكون بعد في محلات الخياطة بالمجرة بناء على طلب من أصحاب المحلات التجارية. إن شاء الله سوف يتم إبلاغكم رسميا والنشر في الصحف المحلية قبل البدء بالإخضاع للرسوم. إن شاء الله. كلمة توجهونها للجمهور سعد أستاذ أحمد. أناشد الجمهور مستخدمي المواقف العامة التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها بالإمارة، الالتزام بدفع الرسوم لتجنب المخالفات، بعدم الوقوف العشوائي، تجنب الوقوف في الأماكن الممنوعة، بعدم الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدم الوقوف في المواقف الخاصة المحجوزة، بعدم الوقوف على القوس والمناطق المخصصة للمشاة وأمام فوهات الحريق وعلى الأرصفة، وبعدم الوقوف بين البنايات لتجنب المخالفات، وأتمنى السلامة للجميع. نعم، سيد أحمد البردان رئيس قسم المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، شكرا لك على هذه الإفادة.